طيب ما جاش يوم كده ناهد او احمد او ام الولاد قالوا لك انت بقى تعبت وكفايه كده واقعد استريح؟ قالوا لي كتير. لا ابني زعلان برضو عليا يعني مش عايزني انزل ويديني اللي هو عايزه. قلت له لا يا ابني انا بحب اقف كده واقف بنفسي. معلش عايز اسالك سؤال وسامحني فيه، امتى يوم حصل موقف خلاك تعيط؟ لما كنت بقع. لما كنت بقع واتخبط. ازاي يعني؟ ما انا قلت لك، انا في وانت ماشي ما كنت ما انا عشان انا ما كنتش ممارس المشي. كنت كل ما بتخبط بعيط. في حد يعني استغل فقدانك لنعمه البصر وسرقك او نصب عليك او الكلام ده؟ لا دي بقى ما اقدرش اقولها بقى خلاص. يعني ايه؟ الله يسهل العبيد. ما انا اتاخد مني حاجات كتير فعلا من الخضار. وكانوا بياخدوا مني. وما زال. بس انا سايبها لربنا. ربنا هو اللي بيعوض عليا. مع تطور الزمن وتطور العلم ما حاولتش تسال اذا كان في علاج لحالتك او لا؟ ما انا قلت لك، ان ايوه ما هو من 30 سنه غير دلوقتي. دول قالوا لي ده مرض اسمه بجد، ملوش عمليات. وملوش علاج؟ لا. ما انا بقول لك اهو. ايوه الكلام ده من ساعه ما حضرتك فقدت بصرك زمان. تمام. انا بتكلم دلوقتي. لا انا فضلت امارس. انا دلوقتي خلاص بقى انا بقيت ماشي طبيعي. انا بقيت ماشي طبيعي. ما بروحش اي حته. بقيت ماشي طبيعي خلاص بقى، ستار ربنا سبحانه وتعالى ونعم بالله. ايوه بس طيب عشان ما تعبش تاني، عشان نفسيتك بتتعب لو اتعلقت بامل. ايوه بس فانا اسيبها لربنا. ليه؟ عشان انا ماشي دلوقتي احسن من اللي شايف ما شاء الله. بس وبعدين انا خلي بالك، انا طلعوني عمره. ما شاء الله. طلعت عمره. وشفت الكعبه. الله. والله الله عليك. شفت الكعبه وشفت الحمام. الله عليك. بيقولوا لي انت شايف دول ما مش شايفنا احنا؟ اقول لهم سبحان الله. سبحان الله. بقيت اقول لهم سبحان الله. وانا عيني ضلمه كده. ما شاء الله. ده نور ربنا. بس ما انا عارف. واحمد الله على كده. ألف حمد وشكر. بس أنا شفت النعمة دي ربنا اداها لي فالحمد لله. ألف حمد وشكر. عم مجدي نفسك في إيه؟ يعني حاسس نفسك في إيه؟ نفسك تحقق إيه؟ يعني بتفكر في إيه؟ أول شيء أنا بفكر في ملك الله وأنا راضي بنصيبي بس. حضرتك عارف إحنا في برنامج أهالينا جينا وكان لنا الشرف نصور مع حضرتك ليه؟ لأن حضرتك بتثبت إن المصري مفيش حاجة تكسره. ومفيش مستحيل. لا حضرتك لا تغلبت على فقدان نعمة مهمة وكبيرة زي البصر وما تكسرتش ووقفت على رجلك. لا احمد الله. ألف حمد وشكر لله. هو اللي مشاني كده هو ربنا. ونعم بالله. وهو اللي بيمشيني وهو اللي بيوديني واجي كل حاجة. ربنا هو اللي بيمشيها لي. ونعم مش بالله. احنا. صح. مش العبد. لا 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 ده ربنا. ربنا يا رب. انا عينيا ضلمة وبمشي. ربنا هو اللي يعلم بيا. صح. احسن من اللي شايف. بقول لك انا شفت الكعبة. ما شاء الله. ربنا يا رب. احمد الله واشكره على النعمه اللي انا فيها. الف مره ويديم عليك نعمه البصيره. ربنا يكرمك. ويديم عليك نعمه الرضا. وطول نور البصيره احسن من نور البصر. طبعا. فاحمد الله واشكره. الف حمد وشكر. الحمد لله. وطول ما حضرتك يا عم مجدي والناس اللي زيك اللي ما فيش حاجه بتكسرها واقفه على رجليها برضا ربنا ما يتخافش على مصر وعلى اهلها. نحمد الله. نعمد الله. ألف حمد وشكر. عم مجدي أنت نورتنا في أهالينا. وأنتوا كمان نورتونا. وكان لينا الشرف إن حضرتك ضيفنا النهارده. والله ده أنا اللي ليا الشرف إنكم وصلتوا لي هنا. شوارع عابدين منورة بيك. الحمد لله. ألف حمد وشكر. هتعيط ليه؟ ده إحنا لسه بنقول الحمد لله. الحمد لله. في إيه يا عم مجدي؟ بتعيط ليه حاجة. بس؟ ليه كده؟ مش بنقول الحمد لله. الحمد لله. في إيه بس بتعيط ليه؟ محبة الناس أحسن من كل شيء. ونعم بالله. يعني من حب ربه حبب فيه خلقه. الحمد لله. طب ايه اللي خلاك تعيط بس؟ عشان صعب عليا الكلام. ليه؟ ده احنا بنقول ان انت مثال ان مفيش حاجه تكفر. احمد الله. احمد الله. الف حمد وشكر. لا الحمد لله رضا. ربنا يا رب ينور بصيرتك كمان وكمان ويحبب فيك خلقه كمان وكمان. الحمد لله ربنا يستر. يعني احنا اول ما نزلنا عابدين سمعنا عن عم مجدي. عشان كده جينا لك وكان لنا الشرف انك معانا. الحمد لله. نورتنا يا عم مجدي. الله يسترك. ربنا يا رب ينور بصيرتك كمان وكمان. ربنا يسترها معاك ويبارك لكم يا رب. معاك ربنا يخليك. ألف شكر. شكرا جزيلا نورتنا. ألف شكر. ربنا يبارك لكم يا رب. ربنا يخليك. نورتوني.